يعني مقدمينها عشان تتقبل، مش مقدمينها علشان تبقى يعني شو اعلامي، لان المجلس اللي يقف عاجل عن رفع مطالب الجماهير وتربيتها يكون فقط دوره. واحنا مش هنقعد يعني تقدر الاشاره اللي في بعض الاعضاء يعني لديهم تحفظات على استقالاتكم، خاصه ان هم بينظروا في المقام الاول ان لم تتم استشارتهم في هذه الاستقالات، وكان من الاحرى ان تتم استشارتهم، ومنهم رامي لكح، السيد رامي لكح والسيد صلاح الصايغ. يعني لو في تعقيب سريع في جمله من حضرتك. لا يعني عايز الهيئه البرلمانيه الحزب الوطني قررت سحب نوابها وتقديم استقالاته. الهيئه البرلمانيه 14 نائب، الهيئه البرلمانيه الحزب المصري الديمقراطي 9 نواب اعلنت سحب نوابهم وتقديم استقالاتهم. الهيئه البرلمانيه الحزب الاصلاح والبناء والتنميه وثلاث نواب اعلنت سحب نوابهم وتقديم استقالاتهم. حزب الكرامه اعلن سحب نائبه وتقديم استقالته. حزب مصر اعلنت سحب نائبي، ودي كلها احزاب قررت سحب نوابهم وتقديم استقالاتهم. العدد يصل الى رقم من 50 حضرتك. انا لم اتحدث على الاقل واضحت حضرتك بتشير اليها. نشكرك جزيلا السيد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل واحد الاعضاء المستقيلين مؤخرا من مجلس الشورى. سريعا نتجه لصد الاخبار ومتابعه موجز لاهم واخر الانباء، بعده نبدا فقرتنا الحواريه مباشره. موجز انباء 11 مساء، اهلا بكم. اعلنت حركة تمرد انها جمعت اكثر من 22 مليون توقيع على استمارات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، داعية الى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ودعت الحركة في مؤتمر صحفي لها الى الاحتشاد في ميدان التحرير وامام قصر الاتحادية لسحب الثقة من الرئيس، مؤكدة في الوقت نفسه على التزامها بالسلمية. ونحن ندعو 22,134,465 مصري إلى التواجد غدا في كل ساحات التحرير وميادين التحرير وأمام قصر الاتحادية من أجل وردا على هذه التصريحات، صرح الدكتور عاصم عبد الماجد أن حملة تجرد جمعت 26 مليون توقيع على استمارات تأييد للرئيس محمد مرسي، وبدوره رفض التحالف الوطني للدعم الشرعية والذي يضم عددا من الأحزاب والقوى الإسلامية أرقام حركة تمرد لسحب الثقة من الرئيس مرسي، وقال إنها غير واقعية. أشار التحالف في مؤتمر صحفي إلى أن ما جمعته الحركة أي حركة التمرد من توقيعات لم تتجاوز المليون، وجدد التحالف تأكيده على ضرورة احترام الشرعية ونبذ العنف. لماذا العنف الآن؟ هذا العنف دليل واضح ودامغ على أن هؤلاء قد أفلسوا من أن يجتمعوا أو يجمعوا أصوات المصريين. أقول بالإحصاءات والأرقام أن الاستمارات التي جمعت لم تتجاوز المليون استمارة، وهذه إحصاءات مسجلة وأرقام موجودة للإطلاع عليها. أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد استقالة نوابها من مجلس الشورى وعددهم 13 نائبا، باستثناء نائب عن محافظة أسوان والذي تم فصله من الحزب بسبب رفضه للاستقالة. كما أعلن النائب عن حزب الكرامة مجدي المعصراوي استقالته من عضوية المجلس، وكان 10 نواب من ممثلي التيار المدني قد قدموا استقالتهم خلال مؤتمر لحركة التمرد. ومن جانبه قال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى أنه دعا هيئة مكتب المجلس للاجتماع لاتخاذ الإجراءات بشأن قبول هذه الاستقالات. استقبل الرئيس محمد مرسي اليوم وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. تضمن الاجتماع استعراضا لآخر الاستعدادات الأمنية التي تم اتخاذها لتأمين المنشآت الاستراتيجية والحيوية في الدولة وتأمين المتظاهرين قبيل مظاهرات الغد. توافد المتظاهرون على ميدان التحرير للمشاركة في المظاهرات التي تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. تجمع المتظاهرون في الميدان حول المنصة الرئيسية حيث رددوا الهتافات المناهضة للرئيس ولجماعة الإخوان المسلمين، وأغلق المتظاهرون مداخل الميدان أمام حركة المرور تمهيدا لمظاهرات الغد.
وصلت القوى والأحزاب والحركات السياسية الإسلامية اعتصامها بمحيط مسجد رابعة العدوية لتأكيد على دعم الشرعية الدستورية. في الوقت نفسه كثفت اللجان الشعبية المكلفة بتأمين الاعتصام إجراءاتها الأمنية عقب محاولة فاشلة من مجهولين للهجوم على المعتصمين، وقد اتهم المعتصمون من وصفوهم ببلطجية الحزب الوطني المنحل بتدبير الهجوم الذي أسفر عن إصابات محدودة بين المعتصمين. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة، في أمان الله. حالة من الخوف والهلع تصيب شريحة كبيرة من المصريين على خلفية تطورات المشهد السياسي الراهن وما أفرزه من جو مشحون بين كافة التيارات والأحزاب السياسية. خوف يقول مراقبون إن له ما يبرره، لا سيما وأن وتيرة العنف تصاعدت بالفعل بشكل ملحوظ على مدار الأيام الأخيرة إثر اشتباكات وقعت بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي في أنحاء مختلفة من محافظات الدلتا والساحل أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. لكن الأسوأ ربما لم يأتي بعد. يقول هؤلاء في ظل التخوف من وقوع اشتباكات بين الجانبين على نطاق أوسع في 30 يونيو بشكل يكون فيه الوطن معرضا للفوضى على نحو غير مسبوق. لكن ما الحل؟ يتساءل البعض، وهنا تكمن إجابات عدة. ففريق الأول يرى أن الحل في إسقاط النظام الحالي كشرط لانسحاب المتظاهرين من الميادين وتمهيد الطريق لعودة الهدوء. فريق آخر يرد بأن الديمقراطية لا تدار من خلال سياسة لي الزراع، فلا يمكن برأي هؤلاء أن يسقط صندوق المولوتوف ما أتى به صندوق الانتخابات. كما يؤكد هؤلاء أن إسقاط النظام بهذه الطريقة سيلغم الطريق أمام أي رئيس مقبل للبلاد. حالة من ترقب شديد وربما الخوف من فعالية الغد 30 يونيو، وفي نفس الوقت بعض التطمينات ولكن كثير كذلك من التساؤلات، هل هي كافية؟ هل هي قادرة على تنزع فتيل الأزمة بعد ما تابعنا من تصاعد للأحداث من بعض الدموية من خلال ضحايا سواء مصابين أو قتلى على مدار اليومين اللي فاتوا؟ الحقيقة كثير من المحاور اللي هنتطرق لها تفصيلا وتحليلا اشراف يعني نظرة بشكل أو بآخر لما سوف يكون عليه الغد وبعد غد أيضا من إفرازات لما يرتقي البعض أو الكثيرون أنه امتداد لثورة 25 يناير. أحيي ضيفينا المهندس حسام الدين علي الأمين العام المساعد بحزب المؤتمر، أهلا بحضرتك. والتحية كذلك للدكتور أحمد عقيل المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضراتكم. ونبدأ معك دكتور أحمد، لأنه أنا عايز أبدأ بنقطة من التطورات الأخيرة لعل حضرتك كنتم معنيين بيها في المقام الأول. حركة التمرد أعلنت أنها تجاوزت 22 مليون توقيع، في المقابل أعلن المهندس عاصم عبد الماجد أنه حركة التجرد ربما وصلت ل 26 مليون. فكأنه محصلة هذين التصريحين أنه ما قامت به حركة التمرد تحصيل حاصل، احتفظوا بالتوقيعات التي جمعتموها لأنفسكم، لن تقدم ولن تؤخر في المشهد. هكذا يبدو لسان حال التصريحين إذا وضعناهما بجوار بعضهما البعض. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية خلينا احييكم واحيي ضيفنا واحيي السادة المشاهدين. اهلا بك. وخليني في البداية اترحم على شهداء مصر جميعا واخرهم الذين سقطوا بالامس. للاسف الشديد، صحيح زي ما قال التقرير الشارع في ترقب، لان هناك بعض الاطراف للاسف الشديد سعت الى تحويل الخلاف السياسي والاختلاف في الرؤى السياسية أن تحوله إلى مشهد آخر تماما بعيد كل البعد عن السياسة، وهو مشهد الذي رأيناه في خلال الأيام الماضية، وهو مشهد أن يبقى فيه قتلى وجرحى وناس في مقرات الأحزاب وفي المساجد تحاصر وتقتل وآخرهم طالب الصيدلة اللي في الشرقية الذي أصيب بطلق ناري في صدر. أنا في اعتقادي أن فكرة السؤال بتاع حضرتك، فكرة عدد التوقعات وما إلى ذلك، هو ده ما حذرنا منه من البداية، وقلنا أن العملية السياسية لها آلياتها ولها الأسس اللي قايمة عليه، وبناء عليه فكرة التوقعات
فلما يطلع تمرد يقول 22 فيطلع طرف اخر يقول 26، وربما لو كنا استمرنا اسبوعين كمان كان ممكن يتجاوز ال 100 مليون ولا حاجه عدد التوقعات. على اي الاحوال احنا امام مشهد غايه في الخطوره في اعتقادي، لان ما تم خلال الايام الماضيه من عنف، ويجب نكون واضحين مع نفسنا ونكون صرحاء مع نفسنا، العنف تم ممارسته ضد اعضاء الحريه والعداله وضد اعضاء الاخوان المسلمين. يعني حضرتك بتحمل مسؤوليه العنف للطرف الاخر وليس للتيار الاسلامي؟ لا لا ده كلام بالتاكيد. احنا هنتكلم عنه بشكل تفصيل، ولكن انا بتكلم على دلالات الرقم الذي تم اعلانه من قبل حركه تمرد او دلالات جمع توقعات، ما الذي يمكن ان يبنى عليه؟ لا يمكن ان يبنى عليه شيء. يرى انه تحصيل حاصل. شوف اقول لحضرتك، لن تقدم ولن تؤخر، شوف اقول لحضرتك، تزحزح من شرعية الرئيس. اذا كان في طرف بيشوف ان العبره مش بالتوقعات، العبره بالحراك الشعبي، بالحشد. اذا كان فكره التوقعات هي فكره للاحتجاج وللتعبير عن الراي وما الى ذلك، فده امر مشروع وما عندناش فيه اي مشكله. لكن ان انا احاول ان اصدر هذا المشهد وكان ان انا عندي مش عارف 22 مليون ده كلام الحقيقه لا يبنى عليه شيء. وال 22 مليون اللي هم تم جمع توقعاتهم ما كانوش موجودين امبارح في التحرير، وربما لم يتجاوزوا بضعه الاف. والمظاهرات التي تمت منذ اسابيع لا شفنا مليون ولا نص ولا شفنا هذه المشاهد. وبناء عليه انا في اعتقاد ان فكره التوقعات فكره، وانا قلت الكلام ده من الاول، انها فكره يعني لا تصلح، وفكره يعني تصلح للاحتجاج، لكن امام شرعيه الصندوق وامام شرعيه الشعب المصري، وهو ده ما تفتق عنه اخر حاجه وصل لها الذهن البشري في التعبير عن راي الجمهور. كنا انا بقى عايز اعارض او عايز ابدي رايي، احنا يعني ما عندناش اي مشكله في هذا، لكن هذا طريق، والطريق الديمقراطي المعروف والتعبير عن الراي المعروف يعني معروف لدى الجميع، ومفيش طريق غير. عشان نبقى اقطعك ومعلش يا استاذ حسام هرجع لك حالا، بس يبدو انه في احداث كثيره متلاحقه. نخرج الى متابعه هذا المؤتمر الصحفي في الهيئه العامه للاستثمار، وبعده سريعا سنواصل حوارنا، نتابع جانب من هذا المؤتمر ونعود للحوار من جديد. أن عمل مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة يسري على القنوات التي تعمل داخل المنطقة الإعلامية الحرة وصادر لها ترخيص بذلك دون القنوات الأخرى. يعني إيه بذلك دون القنوات الأخرى دي؟ القنوات اللي هي خارج ماشي ملهاش علاقة، أنت بتنقل بيان خارج المنطقة الحرة. كما لا يتخطى إلى محاسبة الإعلاميين أنفسهم، فذلك دور تقوم به جهات أخرى مثل القضاء. مش احنا قلنا هنشيل العبارة دي يا أستاذ سمير؟ لا ده انا قلت لك نشيل العباره دي يا فندم، علشان هيتاخد البيان ده ولو وقف برنامج على سبيل المثال، هيقول لك قالوا مش هيعاقبوا اعلاميين وهم بيوقفوا برنامج محمود سعد مثلا، يعني على سبيل المثال بيوقفوا برنامج هاني الدباني، اهو كدابين بيكذبوا. وان يعني خلاص الاخرى دي نكتب بعدها من الاخرى والحد عقاب الاعلاميين انفسهم خارج نطاق المنطقه الحره، علشان يبقى وضحنا اكتب خارج نطاق المنطقه الحره بالظبط، عشان انا يعني عارف انا ممكن اعمل لك بيها ايه دي. يعني انا لو برنامجي وقف هقول لك اهو قالوا بيان ان هم مش هيعاقبوا اعلاميين ومع ذلك وقفوا برنامجي. مش عارف النبره كويسه كده ولا ايه؟ ده ايه؟ بسم الله بسم الله بسم الله. ها يا شريف، يا شريف بسم الله. اكلم شريف هنا؟ هنا الشبكه بقى. ده انا ما عنديش الشبكه. عايز تقول ماليش وش قبلك. يتواصل الحوار ونجد تحية ضيفينا الكريمين، وانتقل بالحديث للمهندس حسام الدين علي الأمين العام المساعد بحزب المؤتمر. مهندس حسام، يعني عايزين نخرج من فخ حصر التوقيعات، وكل طرف أو كل فريق حصر توقيعات قد إيه، لكن الحقيقة من خلال تصريحات من الجانبين في الأيام الأخيرة وكأن انتفيت الوسائل الحوارية أو القنوات الحوارية بين الجانبين، وأصبح الآن لا مفر عن أن يكون في مواجهة يرى البعض أو الكثيرين أنه لا يحمد عقباها، وأن ممكن يكون الكلام عن عدم إثارة عنف مجافي للواقع بشكل كبير جدا. تقول إيه؟ أنا بأيد كلام حضرتك، أنا بالفعل في مخاوف كثيرة من الغد، وطبعا
تعقيبا على كلام الزميل اللي سبقني في الكلام، كان بيتكلم على ان الارقام مش هياش يعني المعيار، وان امبارح كان في عده الاف في ميدان التحرير، وان ما شفناش الملايين، ال 22 مليون في الميدان. بكره ان شاء الله هتشوف اكتر من ال 22. واعتقد ان عمليه الاستخفاف دي بتفكرني بليله جمعه الغضب 28 يناير، وخرج وقتها واحد من حزب الحريه حزب الوطني وقتها مشهور جدا الاستاذ مجدي الدقاق، وتحدث بنفس اللغه وبنفس الثقه بان الشعب المصري سوف يخرج يوم الجمعه ليتنزه ويحتفل باجازته. استخفاف بما هو قادم يدل على ان الناس مش شايفه الخطر اللي وصلنا ليه على هذه الاداره وهذا الحكم، الفشل اللي احنا وصلنا له اللي خلى البسطاء يخرجوا، البسطاء اللي كانوا بينتخبوكوا قبل كده، بلاش يا سيدي المعارضه، لكن الاخرين كمان اعداد مهوله بالملايين. انا عمري ما شفت حد بيجمع توقعات تجارب في الشارع، قالوا 26 مليون النهارده. عموما احنا مش هندخل في جدليه الارقام. غدا يوم حاسم في تاريخ مصر، ادعو الاخوان المسلمين والرئيس مرسي الليله ان يدعو الانتخابات مبكره، وهذا العمل عمل ديمقراطي سيدخل التاريخ، وسيحافظ على الجماعه، وسيحافظ على اسمه وعلى المناخ الديمقراطي اللي المفروض ان احنا بنمر بيه. يدعي الاخرون الطرف الاخر ان عمليه الانتخابات المبكره هي عمل غير ديمقراطي، بالعكس ده قمه الديمقراطيه لما بيحصل خروج وعدم رضا شامل وواسع الانحاء وفي في كل قرى ومدن. يعني انا عايز اقول لك امبارح اللي خرجوا في المحله، بس في المحله مركز المحله مش المحله كمان ولا المحافظه الغربيه، قد اللي واقفين في رابعه العدالة. المساله ربما وصلت للقرى كمان. ايوه والاعداد، ولكن اللي يهمني باشمهندس حسام من فكره يعني التناظر بعدد الارقام هنا وهناك مش ده المهم. لا انا بفكر بسال حضرتك عن جزئيه محدده. لما تخرج جبهه او حركه تجرد وتقول انها عندها 26 وتخطت ل 22 ب 4 مليون، هل ده ممكن يصدر للمواطن البسيط اللي ربما يكون مضى على تمرد حاله من الاحباط وانه ما يتحركش يوم 30؟ اطلاقا ده هيبقى مسلسل اكاذيب متكرره بداها الرئيس وانتهى بها عصام عبد المجيد. مسلسل اكاذيب متكرره زي ما قال ان في مليون سائح، فيطلع يقول في 26 مليون واحد مضى مؤيد للرئيس مرسي. حد شايف مليون سائح في مصر؟ حد شايف نهضه؟ الرئيس مرسي عندما كان بيعمل الجولات الانتخابيه والاحاديث التلفزيونيه الخاصه بيه كان بيسالوه لو حصل وخرجت مليونيه ضدك هتتعامل معاهم ايه؟ قال ساستمع لها. في احد جلسات الحوار الوطني كنت حضرتها حضر فيها الرئيس مرسي وقال ان الاعداد التي خرجت معترض على الاعلان الدستوري تستحق ان ننصت اليها، بل واعداد اقل منها، ومع ذلك هو لم ينصت. هو اللي وصل لهذه هي يا باشمهندس نقطه الخلاف الرئيسيه بين الجانبين ربما يعني اسمح لي اتحول بحديث دكتور احمد، هي الشرعيه لايه؟ يعني هل هي شرعيه الصناديق وشرعيه دستوريه، ام هي الشرعيه الثوريه وشرعيه الانجاز من خلال 365 يوم من حكم الرئيس مرسي بعد وعود كانت ابتدت بال 100 يوم وبعد كده اتقال يفصح المجال بشكل اكبر، وفي المقابل دفاع من الناحيه الاخرى بان هناك حاله من التربص ودائره مفرغه من الاضطرابات تمنع الرئيس ان ينجز ما تعهد به في برنامجه الانتخابي وفي اكثر مناسبه في خطاباته المختلفه. يعني شوفي خلينا نكون بنتكلم بصوره واضحه والوقت ما فيهوش يعني ما فيهوش وقت للتزين او لتغيير الحقائق. احنا امام معارضه دخلت 6 استحقاقات ما بين استفتاء وانتخابات لم تستطع ان تحقق شيء خلال الست استفتاءات او الست الاستحقاقات الديمقراطيه دي، من اول استفتاء 3/2011 حتى الاستفتاء على الدستور. وبناء عليه احنا عندنا في المعارضه ظاهره ما يسمى عبد مشتاق، اللي هو شايف ان الرئيس المرسي حاليا هو حصل على الكرسي الرئاسي على غير ما هم يريدون. عشان كده انت هتلاقي معظم قيادات المعارضه هم مرشحين سابقين لانتخابات الرئاسه، حتى ان اقل واحد حصل على اصوات بيطلع الان في الاعلام ويتكلم باسم الشعب المصري، مع ان اللي زي كده المفروض نظريه التربص. بالتاكيد احنا عندنا شوف اقول لحضرتك حاجه في نفس الوقت عشان بس نظريه التربص اقول لحضرتك الاخير قال اخفاقات صحيح يعني قال صحيح اخفاقات صحيح ويعني ربما ذلك من النقاط القليله التي حسبت له صحيح حتى من قبل المعارضه نفسها. صحيح يعني خلينا افكر حضرتك وافكر الساده المشاهدين ان اول مظاهره خرجت بهدف الاطاحه بالرئيس مرسي كانت 24/8،
بعد مرور اقل من شهرين على تولي الرئيس مرسي الرئاسه. وبناء عليه احنا امام معارضه للاسف الشديد. في التوقيت ده المعارضه لحضرتك بتنتقدها دلوقتي كانت تجلس معاه وتستمع. هي اجزاء مختلفه من المعارضه وهناك تبادل الادوار هنا وهناك. طب وخلينا نتكلم بما ان انا قطعتك. مش مقاطع كتير بس انا اتدخلت معاك. الفصل هنا بين المعارضه والشارع فيما يتعلق بالغد فصل واجب لانه المعارضه مش هي المحركه للشارع بكره. خلينا نعرف يعني ايه الشارع. انا اتسالت مين اللي نزل 30/6. قلت اللي نزل 3 طوائف. تمام، امامنا شعب صحيح هناك اخفاقات زي ما الرئيس اتكلم وده لازم ان احنا نتكلم عليه. واحنا ما كانش حد مننا قريب من السلطه، لا احنا ولا غيرنا، لان السلطه كانت معروفه مع مين. وبناء عليه الاخفاق وارد، واعتقد ان الرئيس اتكلم بصوره مكاشفه ووضوح شديد مع المواطنين حول كل ما تم وما كان يجب ان يتم وما هي الاخفاقات، وده لابد ان نعترف به ولابد ان نخاطب الجماهير بصراحه. لكن الرئيس اتكلم عن تصويب الخطا ولكن لم يتطرق الى وسائل التصويب. لا ده تطرق يعني واقتباسا حتى من دكتور البرادعي في قراءته للخطاب قال ان هو افتقد الاشاره وبقوه الى المشكلات الاقتصاديه والامنيه التي لم تحل بعد عام. خلينا نقول بصوره واضحه ان هو قال 5-6 حاجات لتصحيح مسار الفترة الماضية. لكن قبل ما اتكلم على تصحيح المسار انا بتكلم على الثلاث طوائف اللي نازلين بكرة. في شعب فعلا ربما يكون مضغوط واحنا كلنا احنا جزء من الشعب ده، واحنا لما بيحصل أزمة في البنزين كلنا بنقف نستنى البنزين لما يجي. الصنف الثاني فيه معارضة موجودة صحيح ولها ويجب ان هي تعبر عن رأيها بصورة حقية، لكن الذي ركب المشهد في هذه المرحلة وخلينا نتكلم بصورة واضحة بقايا النظام السابق والبلطجية المرتبطين بالنظام السابق أصبحوا الآن يتصدروا المشهد بصورة واضحة. وهذا الكلام مش كلامي ولا كلام حزب الحرية والعدالة، أنا بحيلكم إلى كلام كتبه عبد الرحمن منصور الأدمن بتاع صفحة كلنا خالد سعيد وهو بيتكلم عن مشهد التحرير امبارح. مشهد التحرير امبارح لا يعبر، وخلينا نتكلم بلاش عن مشهد التحرير بس، لكن المشهد في مصر امبارح واول امبارح لا يعبر تماما لا على الشعب المصري ولا على اخلاقيات الشعب المصري ولا على تصرفات الشعب المصري. ازاي يعني امبارح ازاي بقى اقول لحضرتك ازاي لما منظمه حقوق المراه النهارده هتتكلم عن 5 حالات اغتصاب امبارح في التحرير بالاضافه للسائحه. التاريخ حضرتك ممكن حد يتابع يقول التاريخ بيعيد نفسه اللي هو ايه ان كان في كلام في لا ده كلام ده كلام اصبح منشور دلوقتي وناس من الثوار الحقيقيين اللي قادوا 25 يناير. انا بتكلم على ناس من اللي شاركوا في الترتيب لثوره 25 يناير. يعني عبد الرحمن منصور احنا بنتكلم يعني على حد معاش ربما دون ان ندري ان احنا بنقسم مصري لا هو اسلامي لا 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 هو غير اسلامي احنا هو انا لو قلت اسلامي لا انا قلت اسلامي ولا غير اسلامي. انا بقول عدد من المشاهد اللي موجوده امبارح. المشهد الثاني مشهد الان تحديد حضرتك ده برضو. طب احنا ما شفناش الموضوع ده. شفت حضرتك مشاهد القتل في المقرات ولا ما شفتهاش؟ ما هو دي حاله عنف. انا طبعا مين بقى المسؤول عن حاله العنف هذه؟ انا هسال حضراتكم عليه السؤال لكن فيما يتعلق بميدان التحرير لانه هنا الامانه تقتضي. لا ده مشاهد فيديو موجوده. انا ما بتكلمش في حد بيقتضي حضرتك ادخل حضرتك على اليوتيوب. يا ريت تخلي الاعداد يجيب الان. اسمح لي اسال حضرتك. لا لحظه عشان النقطه دي مهمه. استهداف مقر الباشمهندس تنسبه للثوار ام الى الطرف الثالث اللي لحد ما فيش طرف ثالث. احنا النهارده انا هقول لحضرتك بس عشان لسه بس انا اعرف اكمل فكرتي بقى عشان كده انا قلت اللي انا كنت عايز اقوله بعد اتفضل. لانه كلام حضرتك ده برضه بيفكرنا بحديث على منصه رابعه العدويه انه المجتمعين في محيط رابعه العدويه هم الاطهار الابرار وميدان التحرير. طب انا ما عندناش لا اطهار وابرار ولا عندنا. انا بتكلم عن ده مش كلامنا احنا على فكره ده كلام بعض العناصر. طيب انا عايز اكمل كلامي. يعني لا احنا مش بنزود الفرقه. احنا بنقول ان هناك دلوقتي من يمتطي ظهور المعارضه للوصول بها لاهداف معينه. انا بقى خلينا نتكلم بصراحه. التناغم والتوافق بين مشهد العنف الموجود الان وحرق مقرات حزب الحريه والعداله وقتل الموجودين فيه اللي اتقتلوا ناس كانت في المسجد او ناس كانت في مقرات حزب الحريه والعداله. محدش لا عمل تجمع ولا تظاهر ولا راح ولا جه ولا عمل اي حاجه. الناس قتلوا في اماكنها. هل ده اللي احنا عايزين نوصل بيه للسياسه؟
اه طبعا 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 في الباهليه في الباهليه في الباهليه في الباهليه الشهيد الشهيد عبد الحميد عناني قتل في المسجد. دكتور الكلام ده محتاج توثيق. لا لا حضرتك الكلام موجود ويعني وانتوا رجعوا له او هاتوا زي ما بتكلم. انا كنت بتكلم من شويه عن السائحه اللي تم الاعتداء عليها وهي في معهد ناصر. يا ريت حضرتك حد يدخل من الاعداد على اليوتيوب ويجيب لنا المشهد ومصور في التحرير. على اي الاحوال انا بتكلم بصوره واضحه ان هناك دلوقتي اجتماعات تمت واصبحت معلومه للجميع بين قيادات في المعارضه واسماء من النظام السابق التي ذكرها الرئيس في خطابه. هو ذكر 3-4 اسماء من النظام السابق وهؤلاء اجتمعوا بصوره او باخرى مع قيادات معارضه. هذا المشهد لابد ان ينتهي. ليه؟ لان هذا المشهد سيعيد المشهد مره اخرى الى فكره العنف الموجود في الشارع واستخدام البلطجيه، وهذا اللي شاهدناه خلال الايام الماضيه وهو ده المواطن قلقان منه. مصر حصل فيها خلال السنتين ونص عشرات المليونات والتظاهرات وما كانش حد بيقلق. عظيم. المقلق الان هو فكره عوده مشاهد البلطجه والقتل وضرب الرصاص والخرطوش في الشارع بهذه الطريقه. دكتور احمد الشمس حسام واسمح لي يعني اعيد بعض ما قدمه دكتور احمد وسامحني في اللغه يعني. ولكن لسان حاله بيقول ان انتوا كمعارضه يعني مع كامل احترام وتقدير للاشخاص طبعا ان انتوا فشله بامتياز، خدتوا 6 استحقاقات انتخابيه لم تحققوا نجاحا يذكر. فعلى حد وصفه أصبحتوا بين قوسين كما وصفكم عبد المشتاق، كل هدفكم هو 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 الوصول هو هو الوصول للكرسي بقالنا سنه، وبالتالي انا قصدي نفذت كل الوسائل في ايديكم، فانتم بتدفعوا الان الشارع الى العنف بشكل او باخر. يعني انا اتمنى ان هو يعني يستمر على هذا النهج ال 48 ساعه اللي جايين ونشوف اللغه بكره هتبقى عامله ازاي وبعد بكره هتبقى عامله ازاي. محاولة إلغاء كيان مهم ساهم في إنجاح رئيسه رئيس حزبه في الانتخابات وفي الإعادة، ومحاولة التجاهل والتنكر لما فعله الثوار، ومحاولة إزالتنا من المشهد والاتفاق بأن المشهد هو مشهد فلولي بامتياز، ده وسيلة لجأ ليها عمر سليمان قبل كده والنظام السابق قبل كده. ما كان بيقول إن الثورة عملها كان بيعملها الحركات الإسلامية المدعومة ومش عارف وحاجات كده. احنا مش هنقبل الكلام ده تاني، ولازم يكون فاهم هو وكل من على هذا النهج الفكري والنهج المجتمعي والنهج السياسي ان مصر لن تقبل ولن يصدق المواطن المصري كل هذا الهراء. تقول لي واحده معرفش ايه، انا في التحرير امبارح من بعد الصلاه ماشي الساعه 1 بالليل مفيش اي حاجه من دي، وطلعوا اشاعه لصور مبارك كانت مرفوعه ما حصلش، صور احمد شفيق مرفوعه ما حصلش. محاوله انهاء الشارع على ان هناك الفلول يمتطون.